الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا يديد ولا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا أبد الآبدين في كل ساعة وحين. الحمد لله المتصف بالعزة والكمال، الحمد لله المنعوت بالجلال والجمال، الحمد لله المتفضل بالإنعام والإفضال، الحمد لله المنعم بالعطاء والنوال، الحمد لله المحسن على مر الأيام والليال. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله لا يرد من دعاه، الحمد لك يا ربي لا يرد من دعاك ولا يخيب من رجاك، ولا يشقى من سألك وابتغاك. الحمد لله مجيب الدعوات، كاشف الكربات، مالك الأرض والسماوات، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. الحمد لله المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله مالك الأملاك مجري الأفلاك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عظيم الشان الذي تكلم بالقرآن المنزل على سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان من هو كل يوم هو في شأن، سبحان من هو كل يوم في شأن، سبحان من هو كل يوم في شأن. سبحانك اللهم وبحمدك لا ذل نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته، بارك اللهم على نبينا محمد وعلى أزواجه وآله وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة عيوننا وسيدنا محمد، ما تعاقب الجديدان وما لاح في فلكيهما القمران. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، ما تلي القرآن. اللهم لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت
أحد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا ملجأ المنكوبين ويا مغيث المستغيثين، يا من إليه المفزع إذا ألمت الخطوب، يا من إليه المشتكى إذا داهمتنا الكروب، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، أسألك أن تجيب دعاءنا. اللهم لا تخيب هذا الجمع، اللهم لا تخيب هذا الجمع، اللهم لا تخيب هذا الجمع. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنك وعدت الصوام والقوام بغفران ذنوبهم. اللهم فاغفر ما تقدم من ذنوبنا، اللهم فحقق لنا ما وعدت على لسان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو نواصيك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسألك بجلالك العظيم وبنور وجهك أن تنور بالقرآن أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تشرح به صدورنا وأن تفرج به همومنا وأن تشفي به أسقامنا وأمراضنا وأن تزكي به حياتنا وأن تسعد به أخرانا وأن تجعله شفيعنا وأن تجعله ساهقا لنا إلى جناتك جنات الخلد. اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا وشأننا، اللهم ارفع به ذكرنا وأعلي به قدرنا، اللهم اجعلنا بهذه الختمة من المفلحين واكتبنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا بهذه الختمة
ختمة من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا لكتابك من المتدبرين. اللهم افتح لنا أسراره وعجائبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا به عالمين وبنواعظه متعقلين ولأحكامه متمسكين ولأخلاقه ممتثلين يا حي يا قيوم. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نسألك أن تجيرنا من النار وأن تدخلنا الجنة يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا منان يا منان يا منان. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن الدنيا ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وفي أموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وأهلنا والمسلمين في كل مكان في حرزك وحفظك وعنايتك ورعايتك، يا خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا أو نجره إلى مسلم يا حي يا قيوم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرض وما قلت، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك أن تكون لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يطغى علينا أحد منهم أو أن يفرط علينا أحد منهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر السحر، من شر السحرة والحاسدين. اللهم أبطل مكرهم، اللهم أبطل مكرهم، اللهم اشف كل مريض بالسحر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن المأثم والمغرم، ومن الكفر والفقر، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والمسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة ومن سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم،
ونستغفرك يا الله مما لا نعلم، نستغفرك يا الله مما لا نعلم، نستغفرك يا الله مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ابسط يا منان يا جواد يا كريم يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ابسط علينا من بركاتك وفضلك وجودك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم ابسط عليهم من رزقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع بهما كلمة المسلمين على البر والتقوى، اللهم أطل في أعمالهما، اللهم ارزقهما الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أمير المدينة وأهلها لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا جميعا لخدمة زوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان سلفنا الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل التوفيق والسداد حليفا لقضاة المسلمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم احفظ جنودنا في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظها محروسة بالتوحيد والإيمان. اللهم احفظ بلاد الحرمين كما أنشئت على التوحيد والإيمان. اللهم من أرادها بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادها بسوء فأشغله في نفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها آمرة بالإسلام والقرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق إخواننا في مصر وفي تونس وفي اليمن، اللهم اجعل حاضرهم ومستقبلهم خيرا من ماضيهم يا حي يا قيوم. اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان والرغد والاستقرار. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ونحن نرى إخواننا المسلمين في الشام وفي بورما وفي بعض بلدان المسلمين يصيبهم ما لا نشكو إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم عجل لهم بالنصر،
اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم هيئ لهم أسباب الفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم ردهم إلى بلدانهم، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، طهر المسجد الأقصى من الأعداء يا حي يا قيوم، اللهم طهره من الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم، هيئ للمسلمين أمرك بحكمتك وإذنك، اللهم هيئ لهم أمرك بحكمتك وإذنك يا ذا الجلال والإكرام، ليعود مسرى إمام المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حضرنا هذا المكان المبارك نرجو رحمتك، نرجو مغفرتك، وأنت عليم بذات الصدور. كل منا له من الحاجات ما لا يعلمها إلا أنت، اللهم فقض حاجاتنا، اللهم فقض حاجاتنا، وفرج همومنا، ونفس كرباتنا، ويسر أمورنا، واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم انزل عليهم مغفرتك، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم بحسن في التوحيد كفر عنهم سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد، اللهم زد الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خالصا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وفي صحة وإحسان، وقد عاد للأمة الإسلامية مجدها ورفعتها يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا العيد عيدا سعيدا على المسلمين، اللهم اجعل هذا العيد عيدا سعيدا على كل مسلم ومسلمة يا حي يا قيوم. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين، اللهم وفق واجز بالخير كل من خدم الحجاج والمعتمرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.